اذا الابن او البنت ابتعدت عن الدين خلعت الحجاب او تركت صلاتها وصيامها هذا الامر لا يمثل سوى وجه واحد من وجوه الحضاره الغربيه والثقافة الغربية. الثقافة الغربية بكلمة واحدة يعني تدمير الاخرة وتدمير الدنيا، احنا لا نظن ان البنت إذا تركت الحجاب او الولد ابتعد عن الاجواء الدينيه القضيه تنتهي عند هذا الحد هذا مجرد مظهر واحد وجه واحد الحضاره الغربيه يعني الانتحار قبل ايام امراه شهيره تعيش تحت نفوذ الـ ثقافه الغربيه هذه المراه من الناحيه الدنيويه منعمه الى ابعد الحدود ولكنها فشلت في حياتها الزوجيه النجاح في الحياه الزوجيه لا يؤمنه الثقافه الغربيه الآن العوائل في الغرب اسألوا من الذين ذهبوا إلى هنالك أغلب هذه العوائل عوائل مفككة هذه المرأة اللي عمرها خمسة وعشرين عام فشلت في حياتها الزوجية فماذا فعلت؟ هنالك مروحه سقفيه في البيت علقت حبلا قبل ايام بهذه المروحه وخنقت نفسها وانتحرت الحضاره الغربيه هذا معنى الحضاره الغربيه يعني الكابه الحضاره الغربيه يعني الانتحار الحضارة الغربية يعني أن الأب يطرد ابن وبنت الشاب من البيت ويقول أنا معلي بكم. الحضارة الغربية يعني أن الابن يتأمر لقتل والده.